بسم الله الرحمن الرحيم français troisième année de l'enseignement primaire nous allons continuer avec la page 126 126 الصفحة رقم 126 la page 126 la page 126 إذا الصفحة رقم 126 en haut de la page à la صفحة on a dire une poésie إذا قول شعر le titre de cette poésie إذا عنوان هاد القصيدة لهيبو إليغونديل إذن عندنا البوم والسنونو البوم والسنونو البوم والسنونو لهيبو إليغونديل لهيبو إليغونديل البوم والسنونو طبعا سنرى حوارا بين الطائرين البوم والسنونو نبدأ أولا بالبوم نسمع أولا ماذا يقول البوم يقول البوم Moi, dit le hibou à l'hirondelle. J'ai un beau jabot. Des gants élégants. Je suis un monsieur tout à fait sérieux. Je suis important. Tout me yathaddet. Ta'ir sununu fayakoul. Moi, dit l'hirondelle. Qui file à tire d'elle. Tu ne la vois pas. Elle est sur le toit. Moi, dit l'hirondelle. Je vole et je vais. Là où il me plaît. Je suis bien contente. Et c'est beaucoup mieux. Je suis bien contente. Et c'est beaucoup mieux. Moi, dit le hibou à l'hirondelle. Anna, yakoul, album, les sonono. Iden, album, yakoul, les sonono, Anna. Moi, dit le hibou à l'hirondelle. Anna, yakoul, album, les sonono. J'ai un beau jabot. J'ai un beau jabot. Anna, indi, taban, quel image jabot? ممكن أن تعني حوصلة الطيور أو تعني معدة الحيوان أو تعني حلية أو زخرفة توضع على الصدر أو تعني حلية أو زخرفة ما نضعها أسفل عنق القميص إذن تسمى جابو إذن طبعا البوم هنا يضع شيئا من هذا القبيل إذن كما نرى بأن البوم يضع ما يشبه ربطة العنق أسفل عنق القميص إذن يسمى جابو إذن يقول لي السنونو جي أن بو جابو أنا عندي ربطة جميلة دي غون إليغون دي غون إليغون ثم قفازات رفيعة ثم قفازات رفيعة لي غون مقصود بها القفازات التي تغطي اليدين إذن تسمى لي غون إذن يقول جي أن بو جابو دي غون إليغون أنا عندي ربطة جميلة وعندي قفازات رفيعة. Je suis un monsieur tout à fait sérieux. أنا رجل. أنا سيد. وقور. وذو شأن. إذا سيريو ممكن أن تعني وقور. ممكن أن تعني صادق. ممكن أن تعني ذو شأن. سيريو ممكن أن تعني حقيقي. أنا سيد حقيقي. كما نقول أنني حقيقة سيد. وأنني وقور. وأنني ذو شأن. ممكن أن سيريو تعني خطير ممكن أن سيريو تعني خطير نتكلم عن خطأ خطير نتكلم عن خطأ حقيقي هذا يعني بأنه خطأ خطير نتكلم عن لافوت سيريوز إذن هنا المقصود به خطأ جسيم خطأ جسيم لافوت لافوت سيريوز لافوت سيريوز إذن نتكلم هنا عن خطأ جسيم كما لو نتكلم عن خطأ خطير إذن سيريو ممكن أن تعني خطير ولكن الذي يهم هنا أن البوم يريد القول بأنني سيد وقور وأنني سيد حقيقي وأنني سيد مهم وأنني سيد ذو شأن Je suis important Je suis important أنا مهم المقصود أنني ذو شأن Je suis important أنا مهم المقصود أنني ذو شأن كما لو يقول بأن الناس تحتاجني وتقدرني moi dit le hibou à l'hirondelle j'ai un beau jabot des gants élégants je suis un monsieur tout à fait sérieux je suis important après l'hirondelle va parler بعدها السنونو سيتحدث فيقول moi dit l'hirondelle moi dit l'hirondelle qui file à tire d'elle tu ne la vois pas elle est sur le toit moi dit l'hirondelle انا يقول السنونو كي فيل أتير دال الذي يسير بسرعة أتير دال
بضربات متسارعة للأجنحة. طبعا التيردال هذه عبارة تقال، التيردال هذه عبارة تقال هكذا مجموعة، إذا المقصود بها avec des coups d'ailes يعني بضربات الأجنحة، des battements d'ailes rapides بضربات كما نقول بخفقات، بضربات كما نقول بخفقات ديل بضربات الأجنحة غبيد المتسارعة. إذا نتكلم عن الضربات المتسارعة للأجنحة إن انتيرومبي وغير متوقفة، إن انتيرومبي وغير متوقفة. نتكلم أحيانا عن لو فيرب انتيرومبر يعني أوقف، انتيرومبر هذا فعل أوقف، سي لو فيرب انتيرومبر، انتيرومبر المقصود به أوقف. طبعا انتيرومبي المقصود بها متوقفة، لكن نضيف هنا إن أمام هاد إن الأصلية للفعل لنفيد العكس، المقصود أنها غير متوقفة، انتيرومبي المقصود بها متوقفة، لأننا أحيانا كما قلنا نتحدث عن لو فيرب انتيرومبر الذي هو أصلا مبدوء بإن، انتيرومبر كما قلنا يعني أوقف، لو فيرب انتيرومبر مبدوء بإن. أقول مثلا نيزيتي با ا مانتيرومبر سي فوز افي دي كيسيون، لا تترددوا في إيقافي إذا كانت عندكم أسئلة، نيزيتي با ا مانتيرومبر سي فوز افي دي كيسيون، إذا لا تترددوا في إيقافي إذا كان عندكم أسئلة. إذا نتكلم هنا عن عبارة التيغدال والتي تعني بمعنى آخر ضربات متسارعة للأجنحة وبدون توقف. طبعا في حالة التشبيه، إذا في الحالة المجازية نتكلم عن تري فيت بسرعة كبيرة، تري فيت بسرعة كبيرة، كوم ان وازو مثل طائر. إذا نتكلم عن حالة تحدث بسرعة مثل طائر، إذا نتكلم عن شيء يحدث بسرعة مثل طائر، إذا نتكلم عن حركة متسارعة سريعة جدا مثل طائر، إذا نتكلم عن تري فيت كوم ان وازو. إذا هذا هو المقصود بعبارة التيردال، المقصود بها تري فيت بسرعة. إذا يقول السنونو موادي لغوندال كيفيل التيردال الذي يسير بسرعة، كيفيل التيردال. طبعا لو فيغ فيلي المقصود به ميتر اون فيل يعني أنك تضع في خيط، المقصود أنك تغزل مثلا سكريتي ان فيل يعني أنك تنتج خيطا، سكريتي أنك تفرز خيطا مثل النحل الذي يفرز مثل العسل. إذا نتكلم عن لا سكريسيون، لا سكريسيون هذا هو الاسم الخاص بفعل سكريتي، لكن الذي يهمنا هنا أن لو فيرب فيلي يعني بارتير فيت يمشي بسرعة، ينطلق بسرعة. إذا الذي يعنينا هنا أن لو فيرب فيلي يعني بارتير فيت يسير أو ينطلق بسرعة. إذن السنون يقولون موادي لغوندال كيفي لا تيغدال، أنا يقول السنون الذي يسير بسرعة تينو لا فوابا، تينو لا فوابا ألي سور لو توا، تينو لا فوابا ألي سور لو توا، أنت لم تراه هو فوق السقف. إذن يقول الكاتب هنا أنت لم تراه هو فوق السقف. إذن يقول السنون موا ثم يطير بسرعة ليكون فوق السقف فيقول موادي لغوندال جو فول اي جو فيلا او إل موبلي، موادي لغوندال أنا يقول السنونو، موادي لغوندال أنا يقول السنونو جو فول أنا أطير، سلو فيرب فولي، سلو فيرب فولي يعني طار ويعني أيضا سارقة، هنا عندنا يعني طار، جو فول أنا أطير، إي جوفي ثم أنني أسير، هنا عندنا لو فيرب ألي، لا كونجيغيزون دو فيرب ألي أو بخيزون، إذا تصريف فعل ألي، فعل ذهب أو بخيزون في الحاضر، نقول جوفي تو فا إل فا نو زالون فو زالي إل فون، جوفي أنا أذهب، لا لا أو إل موبلي هناك حيث أنا أرضى، أو إل موبلي هنا عندنا هاد أو تتعني المكان. جو فول اي جو في لا او إل موبلي،
إذن أنا أطير وأذهب حيث يعجبني، حيث يعجبني، حيث أريد. بمعنى آخر، je suis bien contente، أنا فرحة. لغوندال هي كلمة مؤنثة، لذلك تقول هنا je suis bien contente، أنا جد فرحة. ولذلك قال الكاتب هنا tu ne la vois pas، أنت لم تراها. لم يقل هنا tu ne le vois pas، أنت لم تراه، بل قال tu ne la vois pas، أنت لم تراها. المقصود أنك لم ترى السنون. tu ne la vois pas، أنت لم تراها. elle est sur le toit، هي فوق السقف. elle est sur le toit، هي فوق السقف. قالت je suis bien contente، أنا فرحة جدا. je suis bien contente، أنا فرحة جدا. et c'est beaucoup mieux، وهذا أحسن بكثير. وهذا أحسن بكثير، وهذا أحسن بكثير مما تذكره. وهذا أحسن بكثير، كما لو تقول مما تتباهى به، هذا أحسن لي بكثير مما أنت تتفاخر به. إذن مودي لي غوندال كيفي لا تيغدال تي نو لا فوا با إلي سور لو توا مودي لي غوندال جو فول إي جو في لا أو إل مو بلاي Je suis bien contente. Et c'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup mieux. Et vivre ensemble, الحياة جماعة. Qu'est-ce qu'on voit? المقصود ماذا نرى؟ Qu'est-ce qu'on voit? ماذا نرى؟ إذن comme nous le voyons, on a deux images. Qu'est-ce qu'on voit sur la première image? Et qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième image? Qu'est-ce qu'on voit sur la première image? Et qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième image? Nous allons faire une comparaison entre ce que nous voyons sur la première et la deuxième image. Bien sûr, nous allons faire une comparaison entre ce que nous voyons sur la première et la deuxième image. طبعا سنقوم بمقارنة بين ما نراه على الصورة الأولى والصورة الثانية. Sur la première image à gauche, إذن على الصورة الأولى يسارا, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, nous voyons une rue sale, نرى شارعا متسخا, qui contient des déchets, الذي يحتوي على أزبال. Par contre, sur la deuxième image, على العكس الصورة الثانية, on a une rue propre. On a une rue propre. إذن في الصورة الثانية عندنا شارع نقي. شارع نظيف. إذن يمكن القول عموما sur la première image à gauche je vois une rue sale avec beaucoup d'ordures. إذن نرى شارعا متسخا مع الكثير من الأزبال. car les habitants ne sont pas intéressés par leur environnement. لأن السكان غير مهتمين ببيئتهم. car les habitants ne sont pas intéressés par leur environnement. car les habitants ne sont pas intéressés par leur environnement. لأن السكان غير مهتمين ببيئتهم. لذلك فالشارع متسخ. sur la première image à gauche, je vois une rue sale avec beaucoup d'ordures. مع الكثير من الأزبال. car les habitants ne sont pas intéressés par leur environnement. Contrairement à la première image, à l'axe sur l'oula, dans la deuxième image, sur la tania, nous voyons une rue propre. Nara shari an nadifan, exempt de saleté. غير متسخ. طبعا كما نقول معفي من الأوساخ. المقصود به هنا خالي من الأوساخ. طبعا لو فيرب اكزونتي، لو فيرب اكزونتي المقصود به أعفى. أعفى من ضريبة. مثلا. هنا عندنا exempt de saleté. exempt de saleté. كما نقول أنه معفي من الأوساخ المقصود أنه خالي من الأوساخ. car les habitants prennent soin de leur environnement. لأن السكان يأخذون عناية ببيئتهم. لأن السكان على عكس الصورة الأولى يأخذون عناية ببيئتهم. المقصود أنهم يعتنون ببيئتهم. لذلك فالشارع هنا نظيف. Contrairement à la première image, dans la deuxième image, nous voyons une rue propre, exempte de saleté, car les habitants prennent soin de leur environnement. لأن السكان يأخذون عناية ببيئتهم. Contrairement à la première image, dans la deuxième image, nous voyons une rue propre, exempte de saleté, car les habitants prennent soin de leur environnement. Je retiens, je respecte mon environnement, أنا أحترم بيئتي. Je respecte mon environnement, أنا أحترم بيئتي. Je garde mon quartier propre. Je garde mon quartier propre. أنا أحتفظ بحي نظيف. Je garde mon quartier propre.
Je garde mon quartier propre. أنا أحتفظ بحي نظيفا. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.